السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الفيديو تبعنا اليوم رح يحكي عن طريقة حجز موعد بالسفارة الألمانية بتركيا. الموضوع بصراحة حيكون شوي مميز. ليش؟ لأنه كل الناس بتعتقد أنه حجز الموعد بالسفارة الألمانية بتركيا هو عن طريق السفارة، بس لا، الموضوع مختلف تماما. هون بتركيا في منظمة بتتعامل معها بالنسبة لموضوع لم الشمل بتركيا وحجز الموعد. رح أشرح لكم بهذا الفيديو خطوة بخطوة إن شاء الله. حبايبي، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تعملونا لايك لحتى نحس إنه الشيء اللي عم نقدمه يستاهل إنه نستمر. بتشكركم، يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعه، هلا اول شغله مشان اذا بدكم تفوتوا على موقع السفاره الالماني بتركيا، راح احط لكم الرابط عندي بالوصف. انا فوتوا على الرابط بالوصف واضغطوا عليه بفوتكم فورا على موقع السفاره. واذا ما لكم حابين تفوتوا عن طريق الرابط، مشان في ناس بتخاف تقول لك هذا الرابط ممكن يكون فيه شيء، وانا ما بلومكم، الحق معكم. في طريقه، بنفوت على جوجل. بعد ما نفوت على جوجل بنحط على السفاره الالمانيه في تركيا، بعدين بيطلع لنا عنوان السفارة وبننزل لتحت شوي، هون مكتوب البعثات الخارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية. نضغط عليها يفتح لنا على موقع السفارة. في خيارين، يا بتفوتوا على الرابط يا بتفوتوا مثل ما أنا قلت لكم. هلا في شغلة مهمة، بعد ما فتنا على موقع السفارة نضغط على ثلاث نقاط اللي موجودين عندنا هون فوق. عندنا هون كلمة الموقع الإلكتروني المخصص، بنضغط عليها مشان تصير وضعية الشاشة مثل الكمبيوتر. شايفين صارت مثل الكمبيوتر. هلا يا جماعه، الطريقه اللي حورجيكم اياها انا رح تكون لشغلتين، رح تكون لاصحاب الجنسيه السوريه وبالاضافه رح تكون لكل الجنسيات، بس لازم تشوفوا الفيديو والطريقه مشان تعرفوا كيف للناس اللي بتحجز موعد غير السوريين. لازم في طريقه لازم تعملوها لحتى توصلوا لانكم تعملوا موعد بالنسبه للناس اللي غير السوريين، فتابعوا الفيديو مشان تستفادوا باذن الله. ما رح اطول عليكم، يلا حنفوت دغري بالموضوع. بنفوت على هي تأشيرة وطنية إقامة في ألمانيا لفترة تزيد عن 90 يوما خلال نصف العام. نضغط عليها. بعد ما نضغط عليها في عنا هون كاتبين لكم معلومات انتو بتقروها، ما رح اقراها مشان ما نطول الفيديو. نضغط على هي كلمة اللينك، شايفينها؟ بعد ما نضغط على كلمة اللينك انا منزله عندي الملف، فرح اكبس عليه تنزيل ملف مرة اخرى. بس تضغطوا عليه بيعطيكم انكم تفتحوا على برنامج بيفتح ملفات البي دي اف. نزلوا هذا البرنامج اسمه أدوبي أكروبات، هذا بيفتح ملفات البي دي اف. نضغط عليه، هون فتحنا هاي المعلومات. هون يا جماعة في كتير معلومات انتو بتقروها بعدين لحالكم على مهل. نحنا وين بننزل؟ بننزل لتحت. عنا هون يجب على المواطنين السوريين الذين يرغبون في تقديم الحصول على تأشيرة لم شمل حجز موعدهم ليس من خلال مركز الاتصال ولكن من خلال الموقع المخصص الذي تم إعادته، واللي هو إيداتا، هي منظمة إيداتا، هي خاصة بهذا الموضوع بالنسبة للم الشمل، غير السفارات اللي بالأردن واللي بالعراق واللي بلبنان. اللي بالأردن وبالعراق ولبنان في أنا شرحت فيديوهات فيكم إذا تحبوا كمان تشوفوا بالوصف، هي المعلومات للناس اللي حجزت من تركيا. هلا نحن لازم نعمل نسخ لهذا، بس انا ما راح اطول عليكم الموضوع. بتفوتوا كمان على الوصف راح احط لكم هذا الرابط اللي بيدخلكم على موقع إيداتا مشان تعملوا الحجز، تمام؟ وكمان يلي مو حابب يفوت على الرابط اللي انا راح احطه بالوصف بامكانكم انتم تضغطوا هون تضغطه طويله عليه لهذا تحددوه تحديد، شايفين؟ بعد ما نحدده بنقول له هون كوبي، اي نسخ، وبنطلع من هي الصفحه. طبعا انتم اذا فتوا عن طريق الرابط اللي حط لكم اياه على الوصف فورا راح يفوتكم على الموقع، بس انا حورجيكم طريقتين انتم اللي بتحبوها سووها. بعد ما عملنا له نسخ بنفوت على جوجل، بنعمل له هون كبسه طويله، بنقول له لصق، بعدين بنقول له ذهاب. يفتحنا على هذا الموقع، شايفين هذا الموقع اللي هو المسؤول عن لم الشمل اسمه اي داتا. كمان بنضغط عنا هون على ثلاث نقاط اللي موجودين فوق، بنحط على الموقع المخصص الالكتروني المخصص. صارت عنا هيك. طب احنا هون عنا اللغة التركية يا محمد، كيف بدنا نغيرها؟ شايفين عندي هذا السهم اللي هون، بنضغط عليه
أعطانا اللغات، في تركيش، في عربي، في دويتش ألماني. تمام، بنحط على العربي. أعطانا الصفحة هون مثل ما كنتم شايفين بالعربي. في شغلة مهمة يا جماعة، انه هون اذا انت قبل ما تفوت تسجل بالموقع وحابب تاخذ معلومات اكثر، ليكو حاطين لك تحت هون احتاج للمزيد من المعلومات حول عملية الطلب التأشيرة قبل القيام بحجز موعد، بتفوتوا على هذا الرابط بيفتح لكم المعلومات، بتقروا انتوا اللي بدكم اياه. تمام، اي شغلة. هلا نحن هون بعد ما نقرا كل هالقصص هي اللي هون موجود انتوا بتقروها، عنا هون بتقول له اخر شيء لقد قرأت كل الارشادات وارغب الان في حجز موعد، نضغط عليها اشارة صح، بعدين بنقول له معاينة. بعد ما نقول له معاينة هون عم يقول لي انا مواطن سوري، اشارة هنا الى المواطنين السوريين الجنسية او اعضاء الاقليات غير المسجلة المقيمة في سوريا. هلأ هي النقطة اللي عم قلكم عليها مهمة للناس يلي بدها تحجز غير من جنسية السوريين، يلي من غير جنسية السوريين، نضغط على اللي تحتها لدي جنسية اخرى، شايفينها، نضغط عليها. بعدين من هون عنا لازم نحدد المدينة اللي انت بدك تعمل منها الموعد، بنقول له مثلا نحن هون باسطنبول. بعد ما قلنا له اسطنبول بنقول له هون متابعة. هون عم يقول لك اريد حجز موعد لم شمل، اريد حجز موعد للحصول على تأشيرة دخول من اجل بحث عن عمل ودراسة والى اخره، بنقول له نحن اريد حجز موعد لم شمل. بعدين بنقول له متابعة، فرجوا شو عطاني. هلا هي المعلومة المهمة للناس اللي من غير الجنسية السورية. عملوا لك هون باخر الحكي رح اعطيكم، بالنسبة لبقية المتقدمين يرجى الاتصال بمركز الاتصالات إيداتا لحجز موعد من خلال الارقام التالية. يعني الناس اللي من غير الجنسية السورية تتصلوا على هاي الارقام، شايفينها، بس تتصلوا على هذه الارقام، هن بقى ببعثوا لكم روابط تفوتوا وتسجلوا منها لحجز الموعد بالنسبة للناس الغير السوريين. تمام؟ هلا خلينا نرجع لورا مشان نكمل الموضوع للناس السوريين. نعمل له رجعة لورا، هون عم يقول لي تأكد إعادة إرسال نموذج إنه ما في، خلص اتصال. فأنا بضغط هيك ضغطة لوحدة، بسحب هي الشاشة، بسحبها لتحت هيك، شايفين أعطاني تحديث، قال لي هون تأكيد إعادة، إنه بدك متابعة، بنقول له متابعة، يرجع يفتح لي على الصفحة، رجعني لهون. هون بقى أنا برجع بضغط على أنا مواطن سوري. بعدين بنحط المدينة مثل ما حكينا وين أنتم موجودين. هي اسطنبول حطيت، بعدين بنقول له متابعة. هون أريد حجز موعد لم شمل عائلي، بنقول له متابعة. هون عم يقول لك إنك تحجزه لعائلة ولا لشخص واحد، إذا كان للزوج أو الزوجة بنحط شخص واحد، إذا كان لعائلة بنحط لعائلة، فرح نحط لشخص واحد وبنقول له متابعة. هون يا جماعة تفرجوا شو عم يقول لي، هون عم يقول لي هون حاطين لك في ملف تحميل، هون في كل المعلومات والاوراق المطلوبه لحتى تجيبها معك وقت انت بدك تروح على الموعد. تمام، فهاد انت بتضغط هون على التحميل بيحمل الملف عندكم، بصير عندكم ملف PDF تفتحوه بتشوفوا شو الاوراق المطلوبه بالنسبه للناس اللي بتروح تعمل موعد بالسفاره الالمانيه بتركيا. طيب هون لازم نحب هلا بعدين نضغط على كلمه اخذ موعد. بعد ما ضغطنا على كلمة أخذ موعد هون عم يقول لك إنه شخص واحد، بنقول له شخص واحد، بنقول له متابعة. هون بقى لازم تحطوا معلومات الشخص يلي بدكم تعملوا له كفالة، يعني الشخص اللي يجي على ألمانيا. هون هلا أنا ما راح أدخل معلومات بصراحة، أنتوا بقى هلا هون بكون وصلتكم أنا للنقطة يلي أنتوا بدكم إياها، بتعبوا المعلومات، بعدين بتقولوا له متابعة، بعدين هم بيشوفوا إنه المعلومات كلها صح، تتأكد منها إنه كلها صح، بعدين بتقول له متابعة. هون بتحط التاريخ، بخيروك التاريخ اللي انت بدك تحجز فيه، تحجز فيه. واخر شيء في عندكم هون اللي هي بطاقة الماستر كارد او فيزا كارد اذا عندك، مشان هذا الطلب اللي بدك تقدمه بدك تدفع حقه 7 يورو 80 سنت. انتم بامكانكم تقروا هي الشغلات بالبداية. تمام، فهيك بعد ما تخلصوا انتم كل شيء وتدفعوا وتضبطوا اموركم بتقولوا له معاينة، يبعثوا لكم بقى هن رسالة تأكيد على الايميل والمعلومات كلياتها يلي انتو عبيتوها وتكون اموركم كلها تمام. ملاحظة اخيرة حطيكم هون، تفرجوا شو كاتبين فوق، وقت المعالجة المتاح لك هو 20 دقيقة، يرجى مراقبة الوقت المتبقي اثناء معالجة طلبك، يرجى التأكد من ان ادخال جميع البيانات الشخصية بشكل كامل وصحيح. يعني انتو معكم هون 20 دقيقة لحتى تعبوا هاي المعلومات كلياتها وتعملوا له بعدين متابعة، يعني لا تطولوا، جهزوا، اكتبوا المعلومات كلها على ورقة، جهزوها، بعدين بقى بتفوتوا بتعبوا المعلومات كلها وتكملوا العملية كلياتها. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبعي لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. رجاء لا تنسونا من الاشتراك بالقناة، تعملونا لايك لحتى نستمر اكتر واكتر. عم تنسوا اللايك ليش ما بعرف،
بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.